المدينة الجديدة سيد عبد الله هي قطب عمراني حضاري تكنولوجي بامتياز، نموذج للمدن الجديدة في الجزائر. هي فضاء ضامن للتنافس والنمو، مدينة التنمية المستدامة، متعددة الوظائف، منارة للتكنولوجيا المتقدمة. منذ أن تقرر إنشاء المدينة الجديدة سيد عبد الله، بقي المشروع في شكله النظري، واقتصر سوى على عملية توزيع بعض العقارات قدرت ب 120 هكتارا على مرقين خواص حجزوا هذه المساحات العقارية ولم ينطلقوا في تجسيد أي مشروع. ومنذ أن ألحقت المدن بوزارة السكن والعمران والمدينة، عرف مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله انطلاقة حقيقية بعدما تم وضع استراتيجية تجسيد هذا المشروع الوطني الهام وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لإنشاء مدينة جديدة علمية ذات بعد تكنولوجي وعمراني تكون نموذجا لإنشاء المدن الجديدة الأخرى بالجزائر. وكأول إجراء استعجالي لتفعيل المشروع، تم استرجاع العقارات من المرقين الخواص وإلغاء كل المشاريع الاستثمارية الصغيرة التي لا ترقى إلى مستوى الطابع العلمي والتكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله. مباشرة بعد رسم ورقة طريق المشروع بنظرته الجديدة، تحركت آلة الكفاءة الوطنية بوتيرة متسارعة، وتحول المشروع إلى ورشة وطنية كبرى انخرط فيها كل الفاعلين في قطاع السكن والعمران والمدينة والقطاعات الأخرى المتقاطعة معه. تقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله على بعد 25 كيلومترا عن الجزائر العاصمة، موقع استراتيجي يمتد على مساحة 7000 هكتار، منها 3000 هكتار خاص بالتعمير مدعم بفضاء أخضر، و4000 هكتار من المساحة الخضراء والغابية المحمية. المدينة الجديدة هي مهيكلة في عدد من أقطاب الامتياز، تمثل نمطا جديدا لمدينة تتكامل فيها الوظائف. القطب الصحي للمدينة الجديدة هو منارة خدماتية هامة، استثمارات نوعية في مجال الطب الدقيق جسدت بهذا القطب لها وزنها محليا ووطنيا. مركز التداوي بالأشعة والكشف المبكر عن الأمراض المستعصية خاصة السرطان. المركز مجهز بآخر تكنولوجيا التداوي بالأشعة، تقنية تدخل لأول مرة إلى الجزائر. هذا المركز الأول من نوعه مغاربيا عربيا وإفريقيا، يجعل من سيدي عبد الله عاصمة للطب النوعي في الجزائر. يوظف عشرات الكفاءات الجزائرية، وسيخدم سكان المدينة الجديدة وكل المدن المحيطة بها. Pour cela, nous avons choisi énormément de techniques très très innovantes. Alors, ces techniques sont encore peu développées, même en Europe. Elles sont développées aux États-Unis, elles sont développées au Japon, bien entendu pas en Afrique, où nous serons les premiers. L'intérêt de ces technologies est qu'elles permettent un soin d'une très grande qualité, d'une très grande précision, mais surtout de réduire de manière extrêmement importante toutes les complications post-opératoires, post-thérapeutiques. Elles passent en général de 20% des complications à 2%. القطب الصحي لسيدي عبد الله سيتعزز أيضا بخدمات المستشفى التخصصي لطب الأطفال والكبار، يتسع ل 180 سريرة، ويستخدم آخر تكنولوجيا التداوي من الأمراض المستعصية خاصة السرطان. Sera prévu des activités médico-chirurgicales, un pôle mère-enfant, un pôle gériatrique. On a le projet également un pôle de soins de suite et de réadaptation. أما هذا المشروع فهو المستشفى العمومي التخصصي في الجراحة الدقيقة لأمراض القلب والأوعية، وفي طور الإنجاز. القطب الصيدلاني للمدينة الجديدة شد إليه مجموعة من الاستثمارات الهامة في مجال الصناعة الصيدلانية الجزائرية. الدار العربية للدواء هو استثمار صيدلاني خاص نوعي دخل حيز الخدمة منذ سنوات، يوفر أهم الأدوية ذات الدقة العالية والبيوتكنولوجيا. منتوجات هذا الاستثمار من الدواء تزود السوق الجزائرية خاصة بالمضادات الحيوية التي كانت تستورد. الطابع التكنولوجي للمدينة الجديدة وسع من قدراتها
في مجال الإنتاج الصيدلاني، مصنع الكندي لإنتاج الدواء، ومرفق صيدلاني تكنولوجي متخصص في الصناعات الصيدلانية. المصنع يوظف عشرات الكفاءات الجزائرية ويوفر مختلف المنتوجات الصيدلانية أنتجت بتحكم عال في مجال البيوتكنولوجيا. هذه الاستثمارات الهامة ستتعزز عن قريب بدخول مصنع صنوفي لإنتاج الدواء والأنسولين حيز الخدمة. المصنع هو أكبر استثمار لشركة صنوفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينتج أزيد من 100 مليون وحدة دواء، منها مادة الأنسولين. جزء منها سيفي حاجية السوق الوطنية، وجزء هام سيوجه للتصدير. المدينة الجديدة بها حظيرة تكنولوجية تمتد على 110 هكتارات، هي فضاء لتطوير مختلف التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال. تصنف المدينة ضمن أوائل مناطق الجزائر الموفرة لآخر أجيال التكنولوجيات الجديدة. مشاريع استثمارية أغلبها للشباب جسدت بالحظيرة، تنشط أغلبها في مجال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال. الخطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يشيد به أكبر مرفق علمي جامعي بالجزائر، يتسع ل 22 ألف مقعد بيداغوجي. يصنع هذا الخطب مفخرة المدينة الجديدة ويحولها إلى وجهة للعلم والمعرفة وطنيا وجهويا. يتكون هذا الخطب الجامعي من 10 كليات توفر 20 تخصصا في الهندسة، علوم الطبيعة والحياة وغيرها. القطب الجامعي ملحق لست إقامات جامعية تتسع لآلاف الطلبة، هم صناع مستقبل الجزائر. الحظيرة السكنية للمدينة الجديدة تضم 45 ألف سكن بكل صيغ. هذه الحظيرة تشغل فقط مساحة 21% من المساحة الإجمالية المخصصة للتعمير بالمدينة الجديدة. سكنات البيع بالإيجار عدل تشكل الجزء الأكبر من الحظيرة السكنية للمدينة. هذه عينة من مشروع 10,000 سكن أضيال، سيسلم جزءه المشكل للشطر الأول للمدينة الجديدة. عملية تسليم كل السكنات أضيال LPP وباقي الصيغ تتم بشكل تدريجي، ستخفف الضغط عن العمران بالعاصمة التي انعدم فيها العقار. أنجزت هذه السكنات في ظرف قياسي لم يتعد 3 سنوات، وجهزت بتقنيات جديدة ومرافق حيوية. الدخول إلى هذه العمارات يتم باستعمال شريحة إلكترونية، تجهيز جديد حمائي وأمني. وكل بناية تم تجهيزها فقط بثلاث هوائيات تستعمل من قبل كل سكان البناية، إجراء يتفادى به تشويه منظر العمران بالانتشار العشوائي للهوائيات المقعرة. الإنارة العمومية بهذه الأحياء تضمنها الطاقة الشمسية التي جهزت بها مختلف مرافق المدينة الجديدة. المدينة الجديدة سيدي عبد الله هي أول مدينة تربط بشكل كلي بتقنية الألياف البصرية، ما يجعل منها المدينة الأولى وطنيا بأعلى تدفق في خدمة الإنترنت. مدينة سيدي عبد الله هي مدينة إيكولوجية تراعى فيها كل التقنيات العصرية للنظافة وحماية البيئة. تتوسط أغلب الأحياء مرافق تربوية، لقد تمت برمجة إنجاز عدد من المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار، منها 10 مدارس ابتدائية أنجزت منها 2، 7 متوسطات و3 ثانويات بعضها هو في طور الإنجاز، بالإضافة أيضا إلى رياض الأطفال وباقي الخدمات، لتكون بذلك الأحياء السكنية للمدينة أحياء مدمجة. هذه المدرسة أنجزت في ظرف أقل من 3 أشهر لتستقبل أبناء هذا الحي عن قريب. الإخضرار والمساحات الخضراء وديكور يميز كل هذه الأحياء السكنية. شوارع المدينة الجديدة هي رحبة نشطة وأهلة بالحركة،
لأول مرة في الجزائر تشيد شوارع أرصفتها عرضها يفوق 11 متر. تفتخر المدينة الجديدة بتعزيزها بأكبر شارع حيوي في الجزائر. الشارع الرئيسي يمتد على مسافة متواصلة، له بوابة رئيسية شامخة، هي مدخل إلى شارع أولي سيوشح بحمل اسم الرئيس الراحل أحمد بن بلة، كما سيوشح الشارع المحادي بحمل اسم الرئيس الراحل هواري بومدين. ولخلق الحياة بالمدينة وتنويع أنشطتها، 300 محل تجاري شرع في وضعها في متناول المستفيدين خاصة الشباب، عملية ستوفر مبدئيا ما لا يقل عن 1200 منصب شغل. ستنفتح هذه المحلات على أنشطة تجارية متنوعة، محلات فاخرة، شرفات مقاه، الخدمات، الصناعات التقليدية، التموين العام وغيرها، وهو ما سيحول المنطقة إلى مقصد لعشرات الآلاف من الجزائريين يوميا. السكنات الترقوية العمومية البيبي هي فضاءات أخرى بالمدينة الجديدة. ستمنح هذه السكنات التي أنجزت بلمسة راقية إطارا مميزا لآلاف العائلات الجزائرية. هذه السكنات الترقوية العمومية جهزت بتقنيات جديدة ومختلف الضروريات. المدينة الجديدة سيدي عبد الله ستتدعم بفضاء رحب للترفيه والتسلية، يشيد بها أكبر منتزه ترفيهي بالجزائر، أحواض مائية، مسارات للرالي، الرياضة والفروسية وغيرها. الفضاء شد إليه عدداً من طلبات الاستثمار لمستثمرين خواص للانطلاق في إنجاز هذه المرافق. الفضاء سيتحول إلى قطب ترفيهي جهوي يلتقي فيه للتنزه آلاف الزوار لأزيد من 5 ولايات محيطة بالمدينة الجديدة. تم وصل المدينة الجديدة سيدي عبد الله بشبكة نقل متطورة وعصرية. القطار وضع على السكة بالمدينة يضمن ربطها بأهم المناطق المحيطة بها. المحطة ألحقت بدورها بمجموعة من الحافلات تضمن وصل المحطة بمختلف أحياء المدينة الجديدة.